أهل الوفاء. عندما تحدث أي مشكلة تؤثر في عقيدة المسلمين أو أي استهزاء بدينهم أو بنبيهم أو بأحد من أئمة المسلمين فهذا يدل على أن المسلمون أمة واحدة يهبون لنصرة دينهم في مشارق الأرض ومغاربها، وهذه الأمة جزء من أمة الإسلام التي تنتسب إلى هذا النبي العظيم وإلى هذا الدين الكريم.